안녕하세요. 저는 رحابيو وحشتوني. أسفة جدا إن أنا اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت، بس فعلا كنت تعبانة جدا، عندي برد مميت. وبجد حتى لحد النهاردة يعني صوتي طالع بصعوبة، بس ناس كتير بعتولي إن أنا اتأخرت في الفيديوهات وكده، فما كنتش عايزة اتأخر أكتر من كده. فهعمل الفيديو النهاردة واستحملوني بقى لو صوتي مش واضح. النهاردة ان شاء الله هناخد الارقام الكورية. الكوريين لحد النهاردة بيستخدموا نوعين من الارقام، الارقام اللي اصلها كوري والارقام اللي اصلها صيني. امتى بيستخدموا الارقام الكورية وامتى بيستخدموا الارقام الصينية؟ ان شاء الله هناخد فيديو هيكون يعني مفصل عن امتى الارقام بتبقى بيستخدموا الكوري وامتى بيستخدموا الارقام الصينية، وهناخد الأرقام الصينية. بس النهاردة الفيديو هيكون عن الأرقام الكورية، يلا ناخدها مع بعض. أول رقم اسمه هانا، رقم واحد هانا 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 consonant vowel consonant vowel ha na، هي عبارة عن مقطعين ha na hana. رقم اتنين tul 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 tul، عبارة عن consonant vowel consonant tul tul. واتفقنا ان حرف الرا لما بيجي في الباتيم بينطق لا، يعني كأنه لام، فاسمها تول، يبقى هنا تول. رقم ثلاثة هنقف عنده شوية. رقم ثلاثة بينطق سات سات سات. سات خدنا الحرف ده اللي هو حرف ستا، وخدنا الحرف دوت اللي هو من الحروف المركبة بينطق اي، يبقى كده سي. طيب هنا حاطين حرف الصا في الباتيم، طب حرف الصا مفروض بينطق صا، ليه هنا بنقول سيت كأننا بننطق الحرف ده، كأننا بنقول سيت حاطين الحرف ده. من قواعد الباتيم ان لما بيجي فيه الحرف ده حرف الصا بينطق كأنه حرف الطا ده، فبنقولها سيت سيت، يبقى هانا تو سيت 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 سيت. يبقى ما تنسوش القاعدة دي، ان حرف السا لما بيجي في الباتيم بينطق كأنه حرف الدا، فبنقولها سيت. رقم اربعة نيت 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 نيت، برضو كونسننت اللي هو النا والفاول الحرف المركب ده اللي هو الاي، وبرضو السا جت في الباتيم فقلناها كأنها حرف الدا فقلناها نيت، يبقى هانا تو سيت نيت هانا تو سيت نيت. رقم خمسة تا صوت تا صوت، برضو مقطعين تا كونسوننت فاول صوت كونسوننت فاول كونسوننت، وبرضو حرف السا جاي تحت فبرضو بننطقه كأنه دا فبنقولها تا صوت تا صوت تا صوت. رقم ستة يوسط يوسط يوسط. اتفقنا ان حرف الانج لما بيجي في البداية ما بينطقش، فقلنا يو حرف الفاول اللي بعديه يو، وبعديها صوت برضو حرف استا جاي تحت فبينطق تا فبنقولها يوسط، يبقى هانا تو سيت نيت تا صوت يوسط. رقم سبعة إل كوب إل كوب إل كوب إل كوب إل، الإنج ما بينطقش إي وبعد كده حرف الراء إل، والراء جاية تحت فبتنطق كأنها لام إل، وكوب إل كوب إل كوب هو رقم سبعة. رقم تمانية هناخد فيه قاعدة تانية من قواعد الباتيم. رقم تمانية بينطق يو دول
يودل يودل. كونسونانت فاول يو واللينج ما بينطقش دول. من قواعد الباتيم ان لما بيجي في الباتيم اتنين كونسونانت ورا بعض، ودي بتبقى قاعدة في الباتيم بس، لان احنا اتفقنا ان المقطع في الكلمة الكورية بيبقى عبارة عن كونسونانت فاول او كونسونانت فاول كونسونانت. طب مقطع زي ده كونسونانت فاول كونسونانت كونسونانت، لما بيجي في الباتيم اتنين كونسونانت بننطق منهم واحد بس. هنعرف ازاي هننطق انهي واحد؟ لما بيجي عندنا الرا مع البا بننطق حرف الرا بس. دي قاعدة تانية عرفوها النهاردة. يبقى أول قاعدة خدناها النهاردة في الباتيم إن حرف الثا لما بيجي في الباتيم بينطق كأنه دا، وحرف الرا مع البا لو جم الاتنين في الباتيم بننطق حرف الرا بس، وحرف الراء لما بيجي يعني نهاية مقطع بيبقى كأنه لام، فبنقولها يو دول يو دول يو دول. يبقى حرف يبقى رقم 8 يو دول يو دول. لو مثلا حد بيملينا كلمة زي يو دول ما كناش هنعرف نكتب، ان احنا هنعرف ازاي ان احنا المفروض نحط الراء مع الباء، احنا اصلا مش بننطق الباء فمش نعرف نكتبها. لكن اللغة الكورية احنا محتاجين نحفظ الكلمات زي ما هي موجودة كده، فهنلاقي نفسنا لما بنشوف الكلمة بنعرف نقرأها حتى لو معرفناش نكتبها من غير ما نكون عارفينها، لكن هنبقى بنعرف نقرأها. فالأرقام من الحاجات اللي احنا بنحفظها زي ما هي كده. ممكن حد مثلا يقول طب هو احنا ليه مثلا في سات ما كتبناش تحت ده، ليه كتبناها اصلا سا طالما احنا هننطقها ده؟ هنقول لهم ان الأرقام يعني لما اخترعوها اخترعوها كده، فاحنا بنحفظها زي ما هم اخترعوها. دي قواعد في اللغة، بنحفظها زي ما هي نازلة، مش بنحاول نقول طب ليه ما نعملش كذا وليه نعمل كذا، احنا بس بنعرف طالما بتنطق بالطريقة دي فاحنا بنعرف ننطقها ازاي. فاتفقنا ان الرقم 8 يو دول يو دول يو دول. رقم 9 آ هوب آ هوب أهوب أهوب أهوب. consonant vowel أ هوب consonant vowel consonant. رقم 10 يول يول يول، وده consonant vowel consonant يول. نقولهم مع كلهم تاني. هنا تول سيت نيت تا صوت يو صوت الكوب يوضل أهوب يول. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. اعتقد ان الارقام الكورية مش صعبة لو حفظناها، بس ممكن تبقى صعبة شوية في كتابتها، فعشان كده المفروض نتدرب على كتابتها كويس. كاتبة لكم جنبيها النطق بالعربي علشان يساعدكم في المذاكرة، ولو نسيتوا قواعد الباتسيم اللي قلناها النهاردة لما تقرأوا بالعربي هتعرفوا القاعدة بتنطق ازاي. تمام تمام احنا كده خدنا الارقام الكورية، هناخد ان شاء الله الارقام الصينية في الفيديوهات الجاية، بس عايزاكم تذاكروا الارقام الكورية كويس جدا. لو عايزين تختبروا نطقكم فيها هو صح ولا لا، ممكن تسجلوا بيهم فويس نوت وتبعتولي على المسجز بتاعت البيج، وانا بإذن الله لو في اي غلط هصحح لكم، ولو صح هبقى مبسوطة. اسفة مرة تانية على ان انا اتأخرت في الفيديوهات، فعلا ربنا وحده اللي يعلم انا تعبانة ازاي. وخلي بالكم من نفسيكم، يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم، ويا رب الصوت يبقى واضح. انا اسفة ان انا بسجل وانا تعبانة، بس مرضتش اتأخر عليكم اكتر من كده. شكرا.